مرة تانية برحب بحضراتكم وفقرة الصحافة النهاردة هنقرأ فيها ونتابع ونحلل أهم وأبرز العناوين اللي ركزت عليها الصحف النهاردة. لكن الأول اسمحوا لي أرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ أمير نبيل مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. أهلا بيك. شكرا جزيلا. قبل ما نبدأ جولتنا خلونا نشوف مع بعض منشطات الصحافة النهاردة بتقول إيه. مع حضراتكم حالا ومعانا خبر بيقول ضم اموال وممتلكات 1589 اخوانيا للخزانه القائمه تضم شركات ومدارس وقنوات فضائيه. طبعا ده خبر من المصري اليوم وبيتكلم يعني عن ضم ممتلكات واموال كثيره من الاخوان، وعايزين نعرف مع حضرتك كواليس هذا الخبر ومدى اهميته ومدى، لان طبعا بعد انتشاره بدات يبقى في ردود ايجابيه فعلا كتير جدا مننا، وعلى العكس يعني هل هيبقى في تداعيات لهذا الخبر ولا لا؟ يعني هو طبعا الخبر ياتي في اطار او التوجه ده ياتي في اطار يعني محاربه الارهاب بكل اشكاله وبكل تفاصيله واطرافه. يعني ما الدلاله التي ممكن ان نخرج منها من هذا الخبر انه جماعات الارهابيه تحاول ان يظل لها طرف او يظل لها ذراع اقتصادي على الأقل في داخل شركات كثيرة في مصر ومؤسسات بل وقنوات فضائية كما يذكر الخبر. ومن ثم كانت على لجنة الحصر الخاص بممتلكات الجماعات الإرهابية أو ما شابه يعني الوصول إلى هذا الذراع بكل تفاصيله، نظرا لأنه يتم استخدامه وفقا للتحريات ووفقا للمعلومات المتاحة للأجهزة الأمنية يتم استخدامه في تنفيذ عمليات إرهابية بالتمويل حقيقي. والتأثير على الاقتصاد المصري ككل. ف 1500 مؤسسة أو منشأة عدد كبير جدا طبعا. يعني معنى ذلك أننا نتحدث عن ملايين وعن مليارات. أرقام ومليارات ربما أرقام كبيرة جدا يتم توجيه جزء منها على الأقل لتمويل عمليات تضر بالصالح القومي. ونحن نثق طبعا في أجهزتنا الأمنية ونثق في قدرتها على الوصول إلى ذلك، لأنه حسب ما علمنا من المعلومات يعني أنه لا تكون الملكية في هذه المؤسسات بالكامل للجماعة مثلا إرهابية أو أيا كان، وإنما تدخل بشكل غير مباشر في شراكات مع مؤسسات أخرى ومع أطراف أخرى، ولكن تظهر الصورة فيما بعد ويكون من المحتمل ومن الوارد جدا الإضرار بالصالح القومي وبأمن المواطن، وهذا يجب الوقوف عليه بشكل صارم. هل هيكون في تداعيات لهذا الخبر من قبل الجماعة الإرهابية أو هيتم الرد بشكل أو بآخر، ولا هم يعني أعتقد دلوقتي يعني زي ما بنقول كده احنا محكمينهم أو قافلين عليهم؟ يعني هو طبعا منذ سنوات يعني ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة، وطبعا في توجه كبير لحصر ممتلكات الجماعة الإرهابية والمنتمين إليها والداعمين لها بشكل أو بآخر، فهذا يعني يضاف إلى هذه المحاولات وهذه المساعي.
لانه الجماعه الارهابيه بعض منها او بعض من رجال اعمالها حاولوا ترحيل اموالهم الى الخارج، الى دول اخرى خارج مصر، سواء في بعض الدول العربيه او دول خارج المنطقه العربيه، ولكن بقيت شراكات موجوده داخل مصر يعني. وهذه الشراكات ليست بالهينه، نتحدث عن ارقام كبيره جدا يمكن استخدامها بشكل او باخر للتاثير في داخل مصر يعني. فمعنى اننا نتيقظ لهذا، فهذا توجه ايجابي الحقيقه. اعتقد ان يعني اعتقد ان الملف مفتوح في هذا الشان، ولسه فيه شراكات اخرى هيتم الكشف عنها قريبا يعني. بالضبط. اما عن التداعيات فوارد جدا ان هم يحاولوا بشكل او باخر يعني الرد، سواء اقتصادي او سواء امني. فعلينا طبعا الحرص الشديد الفتره القادمه ان شاء الله، وربنا يقي مصر شر الجماعات الارهابيه عموما. امين يا رب. ننتقل لجريده الشروق، وتحت عنوان وزيره البيئه ترد على شائعات فوربس القاهره ليست الاكثر تلوثا في العالم. يمكن شفنا الـ يعني البيان او الفوربس طلعته، وده يعني متعارف يعني متعرف عليه يعني، مش اول مره يحصل لنا كده. بس ليه الرد جه متاخر يعني؟ ليه ردنا احنا جه متاخر شويه فسيبنا مجال ان الشائعات تزيد؟ يعني هو الحقيقه المؤسسات الدوليه حينما تضع تقريرها بخصوص القاهره وتلوثها، يعني نحن نرى باعيننا ان هناك تلوثا كبيرا في داخل القاهره يعني، علينا مواجهته سواء على مستوى المواطنين والسلوكيات الحضاريه التي يجب ان نتمتع بها، حفاظا على السياحه وحفاظا على المظهر الحضاري لمدينه القاهره ولمصر عموما يعني. لكن رد الوزيره يبدو من وجهه نظري يعني، انه حينما قراته وجدت ان رد علمي بحت يتحدث عن حجم يعني التلوث في داخل الهواء من الناحية العلمية الصرفة، وليس ردا مجتمعيا يعني يراعي يعني ما يفهمه المواطنون يعني. كان ينبغي على الوزيرة من وجهة نظري يعني التحدث بلغة يفهمها المواطنون، أن هناك تلوثا بالفعل ونحاول القضاء عليه، لأنه بالفعل في تلوث، لأن هناك تلوث مشكلة كبيرة يعني. لكن هي ما تحدثت عنه أن المؤسسة العالمية فوربس التي تحدثت عن أن القاهرة يعني تتصدر الدول أو المدن الأكثر تلوثا في العالم من حيث الضوضاء ومن حيث تلوث الهواء بالجسيمات الصلبة وما شابه، ردت بشكل علمي أن النسبة التي ذكرتها فوربس مبالغ فيها، وأن إحنا أقل بكثير من ذلك. عندنا تلوث بس أقل من هذه النسبة. أقل من ذلك. يعني ليس هذا هو الرد المتوقع من الوزيرة من وجهة نظري، وكان ينبغي أن تتحدث عن الظاهرة ككل، وأن هناك جهودا تبذلها الوزيرة وهي جديدة في منصبها يعني، من أجل مقاومة هذا التلوث ومحاربة مشكلة القمامة، هكذا يفهم المواطن أكثر من مجرد الحديث عن أرقام. يمكن هذا الرد كان بس يعني منوط بيه أو موجه لفوربس بس يعني، يمكن هي ما كانتش عايزة تكبر الموضوع، وللأسف احنا الموضوع كبر طبعا يعني. احنا بنتكلم على السوشيال ميديا تناولت الموضوع بشكل أو بآخر، لا واحنا عندنا وكذا وكذا، فيمكن كان هذا هو المغزى من الرد اللي يعتبر قصير زي ما حضرتك قلت يعني. بالضبط. هذا يؤكد حضرتك أن الوزيرة حتى الآن وهي جديدة مرة أخرى في منصبها يعني ليست على دراية كافية بالتعامل مع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لأن الحديث في هذه الأمور يستهدف المواطن بالدرجة الأولى، فيجب أن تتعلم كيف تتعامل مع المواطن وترد على مثل هذه المشكلة بلغة يفهمها المواطن. طبعا. ننتقل لجريدة الوفد، وتحت عنوان استمرار ردود الأفعال الغاضبة على التدخل في أحكام القضاء. قضاء وسياسيون: البيانات الغربية حملة ممنهجة ضد مصر، وأحكام رابعة ليست باتة. بنشوف كتير عناوين يعني بتشكك دايما في القضاء وأحكام القضاء وهكذا. الأول نعرف بس ملابسات هذا الخبر أو تفاصيل أكتر عنه. يعني هو مؤسسة دولية مثل المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والسيدة التي تولت مؤخرا رئاستها يعني تعاملت مع القضية بظاهر الأمر بشكل مبالغ فيه، على أن أيضا مصر يعني تجاوزت الحدود القانون الدولي في إصدار أحكام مبالغ فيها وهكذا يعني. إلا أن الرد
المصري من الخارجية المصرية. كان رد قوي. كان ردا قويا حقيقة، وتعامل مع القضية بشكل يعني مطلوب وبشكل جيد جدا، انه الوزيرة تتدخل في حكم ابتدائي يمكن الطعن عليه اصلا، وهذا ايضا امر يجرمه القانون الدولي طبعا. يعني من المراحل التقاضي يجب ان تستنفد في الاول وبعد ذلك نتحدث عن اتهام او ادانة او ما شابه. ثم ان التدخل من جديد في شأن القضاء المصري امر مرفوض، لانه هو سلطة مستقلة وسلطة معترف بها داخليا ودوليا، ونتعامل مع قضايانا وفقا لصالحنا القومي وفقا لمعطيات القضايا المختلفة. يعني اي رد لا ينبغي ان يكون ردا سياسيا ومجرد تصريح من مسؤول دولي او مسؤولة دولية، وانما يجب ان يكون في ساحة القضاء. اذا وجدت ان هناك خللا قضائيا او شبهة في وجود عوار قضائي او ما شابه، يجب ان ينظر في ذلك امام القضاء الدولي وامام دوائر محاكم دولية اذا كان هناك امر يستدعي ذلك. لكن مجرد تصريح لإدانة مصر وأنها مصر يعني لا تراعي مصالح القضاء وأن القضاء منتهك وما شابه، هذا أمر مرفوض طبعاً وغير مقبول في كل دول العالم وليس في مصر فقط. ليه دايماً المنظمات الدولية بتحاول أن هي تبروز كل خبر يسيء لمصر، وبل بالعكس بقى كمان هي بتحاول تضيف عليه شائعات؟ يعني ليه دايماً ده بيحصل معنا مؤخراً؟ شفنا يعني حوالي الأربع سنين دول إحنا بصراحة يعني تعبنا من كتر هذه المنظمات الدولية. طبعا المنظمات الدولية ليست ملائكة، ليست منظمات ملائكة، هناك مصالح من وجهة نظري شخصية تتدخل في الموضوع، هناك مصالح دولية، لأن المنظمات الدولية تابعة للأمم المتحدة أطرافها أو أعضائها من داخل مظلة الأمم المتحدة، يعني دول أخرى لها مصالح أيضا في مصر، أيضا تتأثر بمنظمات حقوق الإنسان مختلفة ليست تابعة للأمم المتحدة، وإنما منظمات داخل مصر مثلا أو داخل المنطقة العربية تجمع معلومات عن حالة حقوق الإنسان في مصر، أحيانا تكون معلومات مضللة ومعلومات غير دقيقة، فبناء على تقارير يعني معيبة تصدر في النهاية تصريحات غير دقيقة. يعني يجب أن يرجع في أي أمر من ذلك للقائمين على الأمر سواء الحكومة ودراسة المسألة على أرض الواقع في داخل مصر وليست مجرد تصريحات. في الفترة الأخيرة يا فندم في حالة استنكار عام يعني من قبل بقى سلطات التحقيق في مصر، بترجع ده لإيه؟ يعني ليه بقينا بنعمل كده؟ يعني فعلا دي أعلى سلطة المفروض لا تقبل الجدل، يعني ليه بقى ده منتشر قوي الفترة الأخيرة دي؟ مصر دولة كبيرة، يعني محاولات كثيرة من الخارج للتأثير عليها بأشكال مختلفة، محامون من جهات لا تريد الخير بمصر يسعون إلى يعني تكبير أو تضخيم أي قضية بشكل يثير القلق على مصر للتأثير على قراراتها الاقتصادية والسياسية وما يخص تعاملها مع قضاياها المختلفة، ويجدون أن هناك يعتقدون ذلك أو يظنون خطأ أن هناك ثغرة في داخل القضاء المصري ويعني تعامله مع القضايا المختلفة. أظن أن هناك شبهة من تأثير جماعات إرهابية أو شخصيات لهم صلة بجماعات تريد الإضرار بمصر في التأثير على مثل هذه التصريحات. ننتقل لبوابة الفجر ونقيب الصيادلة. 80 دولة حول العالم تعتمد على الدواء المصري، يعني يمكن من الأخبار اللي بتبقى مفرحة وإيجابية معانا شوية، بس عايزين نعرف برضو يعني هذا التصريح كان بناء على إيه؟ هل كان في إحصائية أو ما شابه ذلك؟ وأيضا إحنا عندنا برضو نقص في بعض الأدوية، فهل كان في يعني اتكلمنا في النقطتين ولا نقيب الصيادلة اتكلم بس في هذا التصريح؟ يعني هو طبعا الدواء في مصر يعني ونحن دولة تستهلك كمية كبيرة من الأدوية بسم الله ما شاء الله، يعني وربنا يشفي المصريين كلهم، يعني يتم إنتاجه محليا بنسبة كبيرة، يعني هناك ما يشبه حظر أو قيود على استيراد الكثير من الأدوية في مصر، وهناك مصانع بالفعل تصنع أدوية في مصر، فهذا شيء طيب، يعني أن الصناعات الدوائية في مصر صناعات كبيرة وضخمة. القضية تحتاج إلى دراسة متعمقة، لأني يعني على صلة قريبة من بعض يعني السادة القائمين على هذا الأمر، يعني أنه تسهيل الأمر على زيادة وتيسيرات لإتاحة الأدوية المصرية من حيث الإصدار العلمي ويعني الإصدارات الخاصة بيعني إنتاج الدواء المصري، تيسيرات حكومية، تيسيرات في الإجراءات وما شابه، حتى يصدر الدواء المصري بشكل كامل ويمكن تصديره أيضا. هناك دول بالفعل تحتاج إلى الدواء المصري في أفريقيا مثلا.
مثلا وهكذا. يعني يجب أن تتدخل الحكومة لمساعدة القائمين على صناعة الدواء حتى يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي بالكامل في داخل مصر، وأيضا زيادة التصدير للخارج لقدرة الدواء المصري على المنافسة. خليني أسأل حضرتك في نفس السياق، يعني يمكن كان من يومين في اجتماع بين وزيرة الصحة ووزير قطاع الأعمال، تم الاتفاق على تطوير، احنا شايفين الأخبار في هذه الفترة، يعني طبعا تطوير مصانع، إنشاء مصانع جديدة، وأيضا تصنيع بدائل للأدوية المستوردة. حضرتك ترجع ده للعلاقة بملف تطوير الصحة بشكل عام، ولا ده جهود للدولة ككل؟ يعني هو تطوير الصحة والملف الصحي والدواء المصري ده ملف كبير جدا وشائك جدا ويتعلق بكل أسرة مصرية، يجب أن تلتفت ليه الحكومة أكثر من ذلك. الميزانية يجب أن تزيد، محاربة الغش في هذا المجال يجب يعني الاهتمام بها جدا، وأيضا مراعاة الفئات المصرية، لأن الأدوية المستوردة مع مشكلة مع الدولار أصبحت مبالغ فيها جدا يعني. فيجب، وأيضا حتى في القرار اللي سمعته النهاردة المصادقة على يعني حاجة جديدة خاصة بقرار الجمارك السيد رئيس الجمهورية يعني صادق على بالضبط، قرار خاص بالجمارك المصرية والتعامل مع الحاجات الجمركية لتشجيع المنتج المحلي والمكون المحلي في أي منتج يتم طرحه في الأسواق. يعني هذا ينسحب يعني في الأساس، أو يجب أن ينسحب في الأساس على الدواء المصري. صحيح. الدواء المصري في مكون مصري ومكون أجنبي مستورد، يجب أن يتم اللجوء إلى البدائل المصرية في تحقيق الاكتفاء الذاتي وإنتاج الدواء المصري بمنتج مصري كامل. هذا شيء جيد وسيخفف العبء ويقلل السعر على كاهل الأسرة المصرية. طبعا وإحنا في اهتمام من الدولة دلوقتي طبعا بملف الصحة، يعني يأتي على أصلها الصحة والتعليم، يعني إحنا بنتكلم في منظومة متكاملة إن شاء الله. نروح لبوابة الأهرام، وتحت عنوان وزير الخارجية: القضية الفلسطينية تمر منعطف خطير يهدد بتقويض حل الدولتين. ملابسات هذا التصريح ومناسبته ايه؟ يعني هو الكلمة التي ألقاها السيد سامح شوقي في الجلسة العادية أمس وزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية، الجلسة رقم 150، يعني تطرق فيها للقضية الفلسطينية وسائر القضايا العربية ودور مصر وما ينبغي أن تقوم به يعني مظلتنا العربية الكبيرة جميع الدول. صحيح. العربية ركز فيها على أن القضية الفلسطينية معرضة للتقويض بسبب يعني ربما إشارة إلى محاولات في داخل الولايات المتحدة مؤخرا وإدارته دونالد ترامب الرئيس الأمريكي للتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل يعني مفرط للغاية، يعني هكذا ننظر وهكذا من خلال التصريحات وما شابه. يعني مؤخرا التخلي عن المساعدات الخاصة بالمستشفيات الفلسطينية والدعم لمنظمة الأونروا التابعة للأمم المتحدة لإغاثة الفلسطينيين، أيضا مسألة يعني الخدع الكبرى هكذا يراها الفلسطينيون، وأظن أننا أيضا نراها اللي هي صفقة القرن وكيفية التخلي، إمكانية التخلي عن الثوابت الفلسطينية وحق العودة وما شابه، يعني بالإضافة إلى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وهكذا. يعني كل هذه قرارات تشير إلى تخلي الطرف الأمريكي بشكل كبير عن وساطاته التي كانت يطلق عليها وكان ينتظر منها أن تكون وساطة يعني جيدة ووساطة رعاية كما يقال يعني. فطبعا تخلي أكبر دولة في العالم عن القضية الفلسطينية طبعا شيء يعني أعتقد أنه كان مفهوما، يعني المساندة الكبرى لإسرائيل على حساب الفلسطينيين، لا يجب أن تعلن أمريكا بعد ذلك أنها راعية للسلام أو أنها راعية القضايا مصالح يعني فن. بالفعل طبعا مصالح في النهاية، لكن يجب أن يكون هناك تحرك عربي، يعني تكاتف عربي من الناحية الاقتصادية وتكاتف من الناحية السياسية، وإعلاء صوت العرب من أجل قضيتنا الأم وقضية الكبرى قضية فلسطين والاحتلال الإسرائيلي الموجود. فيعني أظن أن السيد سامح شوقي كان يشير إلى ذلك، من ضرورة تكاتف الدول العربية وتوحيد موقفهم حتى ولو كان الطرف الأمريكي متخليا وهو بالفعل كذلك عن دوره التاريخي المطلوب. حضرتك شايف بعد كل هذه الأحداث في لسه أمل عندنا لرجوع المفاوضات وحل الدولتين، ولا الأمل ضعيف؟
يعني هو يعني تواجد عربي قوي في المحافل الدولية بصوت واحد من أجل تحقيق هذا الهدف، أظن أنه سيكون عنصرا ضاغطا لتحقيق هذه المصالح. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والطرف الروسي وأعضاء مجلس الأمن الدائمين وهكذا يحتاجون إلى منطقة الشرق الأوسط، يحاولون بث الفرقة من وجهة نظر يعني في المنطقة، وهكذا نجحت مساعي بعض الأطراف المضرة بالمنطقة في تحقيق البلبلة وعدم الاستقرار في دول مثل ليبيا واليمن وسوريا والعراق وما شابه يعني. وطبعا حمل الله مصر وسائر الدول العربية الحقيقة يعني نحاول لملمة الشمل ونحاول إعادة الأمور إلى نصابها ومساعدة الأطراف التي تحتاج إلى مساعدة، ومن بين ذلك الطرف الفلسطيني الحلقة الأضعف في منطقة الشرق الأوسط والتي طال انتظار حل هذه المشكلة يعني، وحتى وفي ظل وجود دول مستقرة في سوريا وليبيا واليمن وكده كانت القضية الفلسطينية هي قضية شائكة وما زالت. صحيح بالضبط، وكانت هي القضية الأهم وما زالت يعني. فأضيفت إلى القضية الفلسطينية قضايا مشكلات أخرى في الشرق الأوسط يعني تبديدا لجهد الدول العربية، فيجب أن تنتبه هذه الدول لتحقيق الهدف الأساسي وهو تحقيق الاستقرار والتحالف والاتحاد بين دول المنطقة. نأمل في هذا طبعا، وننتقل مع حضرتك لآخر خبر من موقع اليوم السابع وتحت عنوان ترامب يلغي زيارة مقررة لأيرلندا في نوفمبر. لسه كنا بنتكلم على سياسة ترامب اللي بيحصل في فترة يعني حكمه للولايات المتحدة، بس إلغاء هذه الزيارة هل هو النتيجة لخوف ما يعني، ولا قرر عادي زي أي قرار بياخده إن هو مش رايح خلاص؟ يعني هو يعني هذا القرار من جانب ترامب هو يعني ربما لم يكن نهائيا يعني الحديث الآن عن أنه من المحتمل أن يتم إلغاء هذه الزيارة، وكهكذا ذكرتها وكالة رويترز الأنباء ونقل عنها يعني، لكن ربما كان ذلك بعد يعني قرار زيارة جولة أوروبية للاحتفال بمرور نحو 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى، وأيضا يعني محاولة طرح وجهة نظره ورؤاه للمنطقة والعلاقاته بأوروبا، لكنه كان هناك متوقع يعني أن تكون هناك مظاهرات كبيرة ضده في داخل دبلن وأيرلندا وكده، وتغيير الأجندة يرجع إلى تغيير أولويات بالنسبة للزيارة. يعني ترامب لم يكن مرحبا به على قدر كبير في دولة مثل أيرلندا، يعني حتى أن رئيس وزرائها الحالي كان وزير الخارجية كان لا يوافق على أن يزور ترامب بلده، لكن من الناحية الدبلوماسية غير تصريحاته إلى إمكانية الزيارة وما فيش مشكلة وكلام زي ده، وطبعا مسألة دبلوماسية بحتة، بس أظن أن المسألة تتعلق في حالة المعارضة العامة لترامب وحالة الضغط عليه شعبيا. في نفس الوقت فندم شفنا طبعا الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وهو بيدعم الديمقراطيين بشكل كبير جدا في الانتخابات القادمة طبعا المقرر لها في شهر نوفمبر القادم. إيه اللي بيحصل في أمريكا ولماذا يدعم أوباما هؤلاء الديمقراطيون يعني ليه؟ يعني هو طبعا التجديد النصفي في نوفمبر القادم، مع أن اعتقد ان مع هذا التجديد فرص ان ترامب يمشي ده قليله جدا، لان عدد المقاعد الموجوده مش هو المطلوب يعني. هو في فرق ما بين المقاعد في مجلس النواب الامريكي حوالي 30 او حاجه زي كده او اكثر قليلا يعني عن الديمقراطيين عن الجمهوريين بالضبط، لكن الغلبه اكثر في داخل مجلس الشيوخ. لكن اظن ان اوباما تدخله او محاولته لدعم الديمقراطيين في الانتخابات، وطبعا يعني رئيس انتخب مرتين وله شعبيه كبيره الحقيقه، وجاء بعده شخص يعني مثير للجدل دونالد ترامب يعني، فاظن ان بعض الناس وهناك استطلاعات حتى للرأي ترجح إمكانية أو تشير إلى إمكانية وجود 50% على الأقل يؤيدون الديمقراطيين إذا في الانتخابات القادمة اللي هي التجديد النصفي، فأظن أنه هناك فرص ليست سيئة ويمكن استخدام شخصيات كبيرة مثل أوباما في دعم الديمقراطيين وزيادة فرصهم، وفي حالة زيادة فرصهم سيتقدم الديمقراطيون في داخل مجلس النواب بإمكانية مساءلة والتحقيق مع ترامب وإمكانية إقالته وما شابه، وهذا طلب عند كثير من الأمريكيين طبعا يعني في هذا الشأن. لكن يعني في قلق
في قلق عنده من هذه الانتخابات القادمة. بالظبط بالظبط، موجود قلق. احنا بس معانا مداخلة هاتفية، وكنا بنتكلم، يمكن حضرتك اشرت كمان الى هذا الخبر الخاص بالتعريفات الجديدة الجمركية، وهو تعديلات قانون صدرت مساء امس رقم 419، قانون رقم 419 لسنة 2018 خاصة بالتعريفة الجمركية. ينضم الينا هاتفيا دكتور هشام ابراهيم، استاذ التموين والاستثمار بجامعة القاهرة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، تحياتي لحضرتك وسلام. تحياتنا يا فندم. ويمكن بنتكلم على قانون صدر صباحا او مساء امس، يعني خلال هذه الساعات، يعني بيتكلم عن فرض ضرائب جديده جمركيه 20% وفي 10% وفي كمان 2% على الالبان الخاصه بالاطفال وهكذا. تفاصيل هذا الخبر يا فندم. هو الحقيقه خلينا بس ناكد على انه التعريفه الجمركيه مش لهي دستور ولهي الحقيقه امر يجب عدم المساس به. التعريفه الجمركيه مهم انها تراجع كل فتره زمنيه وفقا للمتغيرات على ارض الواقع، سواء كان هذه المتغيرات محليه او خارجيه. وبالتالي التعريفه الجمركيه اللي هي بقى لها تقريبا حوالي سنتين لم تمس، مهم انها تراجع في ضوء حجم الانتاج، في ضوء تحركات المصنعين خارجيا. الحقيقه الهدف الاساسي من التعريفه الجمركيه مش انه نزيد من الحصيله الجمركيه بقدر ما هو الحفاظ على الصناعه الوطنيه المحليه بالتاكيد. ودي مساله هامه جدا، لانه الحفاظ على الصناعه المحليه من شانه انه يكبرها، من شانه انه يخلق مزيد من فرص العمل، من شانه انه يزيد من القدرات التنافسيه. وبالتالي دي اهداف عامه من التعريفه الجمركيه او اي تعديلات تصدر في هذا الشان. هو الحقيقه التعريفه الجمركيه لما بتتعدل بيبقى اخذه في الاعتبار كل هذه المعطيات. في ضوء ده الحقيقه احنا بنتكلم على انه لدينا قدر من التصنيع المحلي محتاجين ان احنا نحتضنه، محتاجين ان احنا نزيد من قدراته، محتاجين ان احنا نفتح امامه مزيد من الاسواق، محتاجين انه لا يواجه منافسه. مش هقدر اقول في الوقت الحالي انه فيها اغراق، لكن على الاقل انه مهم قوي انه نوفر الجو المناسب. وبعد فتره زمنيه بيتم مراجعه هذه التعريفه علشان نشوف الى اي مدى الصناعه الوطنيه تحسنت، ارتقت لكي تصبح منافسه لما يتم استيراده. فهو دي الفكره الاساسيه، ناهيك عن انه مؤكد انه مثل هذه التعريفات الجمركيه حينما يتم تعديلها بيكون المساله النظره للاقتصاد الكلي، بمعنى انه ضبط العجز الكبير في الميزان التجاري. دي مساله هامه للغايه، محاوله الحفاظ والسيطره على موارد النقد الاجنبي اللي قد تهدر بفعل مزيد من عمليات الاستيراد. فدي كلها امور بالتاكيد مهمه جدا. احنا في مرحله اصلاح اقتصادي، مهم ان احنا نحافظ على موارد النقد الاجنبي، علشان لما نحافظ عليها هيكون في وفره في النقد الاجنبي، سعر الصرف يبتدي يهدى شويه، وبالتالي مؤشرات الاقتصاد تتحسن بالشكل اللي ينعكس في صالح المواطن. يعني دكتور هشام، حضرتك بتؤكد ان هذا القرار او هذا التعديل في القانون ياتي لمصلحه الصناعات المحليه. طيب ممكن حضرتك توضح لي اكتر ان في نسب مختلفه في هذا القرار، في 20%، في 10%، في 2%، فممكن تفصيله لكل نسبه مئويه من ذلك، وايه الحصيله برضو المستهدفه؟ هو زي ما اشرنا انه التعريفه بتعدل وفقا لمعطيات وظروف الواقع في كل صناعه وفي كل سلعه. ما يتعلق بال 20% احنا بنتكلم على ما يتم استيراده من مستلزمات الفنادق والقرى السياحيه. احنا الحقيقه بنشوف الصناعه المحليه بتتطور كثيرا في ما يتعلق بمستلزمات الفنادق. يمكن الحقيقه لما بنزور المعارض اللي بتقام في هذا الاطار الحقيقه نكون فخورين بانه الصناعه الوطنيه اصبحت بتلبي احتياجات قطاع السياحه. فمؤكد انه هذه التعريفه كما اشرنا انها بتحافظ على قدر الصناعه المحليه وتزيد من قدراتها ونخفف من الضغوط اللي موجوده على النقد الاجنبي. ما يتعلق ب 10% ايضا هي الامور المتعلقه بالصيانه او استخدام امور تحتاج لبعض الاصلاحات او مكونات او ما الى ذلك، سواء كان في قطاع السياحه
او في غيرها. ما يتعلق ب 2% احنا بنتكلم على ما يتعلق ببعض المدخلات في مستحضرات او الحاجه الخاصه بالبان الاطفال، ودي الحقيقه ايضا فيها برضه بعض التطور في الصناعه المحليه، واللي هي خلينا نشيد انه الحقيقه يمكن القوات المسلحه بذلت مجهود كبير خلال الفترات الماضيه فيما يتعلق بالبان الاطفال، وبالتالي احنا محتاجين نحافظ على المكتسبات والاستقرار اللي حدث في هذه الصناعه. دكتور هشام، يعني اخيرا السؤال الاهم بالنسبه ليا كمستهلك بقى للشعب كله، هل في حاجه هتزيد اسعارها الفتره الجايه بناء على هذا القرار؟ لا تفاول هذا، لانه الحقيقه هو دوما القرار لما بيتخذ بيكون الحقيقه كل المعطيات موجوده في الصوره امام متخذ القرار. فالهدف مش انه، بل على العكس يمكن موضوع عدم تحقيق مزيد من الضغوط على الاسعار بيكون هدف اساسي حينما يتخذ اي قرار. اتصور انه ما صدر من تعريف الجمركيه مش هياثر كتير على الاسعار، لانه هو بالفعل قدر الاستيراد من هذه المستلزمات او السلع ليس كبير. نشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام ابراهيم، استاذ التموين والاستثمار بجامعه القاهره. وارجع لحضرتك استاذ امير وتعليق حضرتك على هذا الخبر، يمكن الخبر كان لسه في الساعات الاوليه يعني في الصبح، تعديلات قانون صدرت، قانون رقم 419 لسنه 2018 خاصه طبعا التعريفه الجمركيه زي ما قلنا، وقلنا ان هو يعني عايزين نعرف وناكد على المشاهدين ان هذا الخبر ياتي، ويمكن حضرتك ذكرت هذا للمصلحه المحليه، لمصلحه ان احنا بقى نعلي والشأن بتاع الصناعة المحلية بتاعتنا يبقى أحسن كثيرا. بالظبط، هو الجزئية الخاصة بزيادة المكون المحلي ده من حاجات أبرز ما جاء في هذا القانون، إنه كلما زاد المكون المحلي في المنتج الذي يعتمد حتى على الاستيراد سيتم تقليل يعني العبء الجمركي فيما يخص الاستيراد عليه، تشجيعا للمنتج المصري. ابتداء مثلا المكون المحلي بنسبة 10% يختلف كثيرا عن مكون محلي يصل إلى 90%. طبعا أظن أن هذا يعني قرار يراعي التدرج في ذلك، واتمنى انه لا يتسبب في زياده الاسعار كما نتمنى كده من كمان بقى التجار، يعني احنا بنتكلم على الرقابه في هذه النقطه. أكيد. يعني يمكن يبقاش في قرارات كتير ما يبقاش بناء عليها زياده في الاسعار، وللاسف تلاقي التاجر لوحده بدا يزاول يقول لك اصلها زادت كذا. بالضبط. يعني لازم يبقى في كمان وعي عند الناس ان هذه او هذا القرار لا يوم يعني الشعب مش هيمسه باي سوء، يعني ما فيش اي زياده على اي منتج خاص بهذا القرار. طبعا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ امير نبيل، نورتنا يا فندم وصباح الورد عليك. مشاهدينا فاصل صغير، نرجع لحضراتكم مره ثانيه، استنونا.